علينا بتحكيم برنامج عملي، لأننا راسلنا الآن في الأمور التي تمشي باللجنة المركزية للتحكيم من أجل التأكيد على أن ليس الخطأ في الحكم لدار المقابلة، ولكن في اللجنة التي عينت هذا الحكم، لأنه لم يكن قادرا على إدارتها بالوجه المطلوب، بالأخص أن المقابلة عندها حساسية كبيرة ومع فريقين عندهم أهداف متناقضة والظروف ديالها غتكون صعبة. فكان من المفروض من الواجب أن اللجنة تحر أكثر ما يمكن في مواصفات هذا الحكم، لأقل فيها الشخصية ديالو، اللياقة البدنية ديالو القوية، باش يكون حاضر من كل صغيرة وكبيرة. لأنه كون كان كيتمتعب هذا التفاوت كون عرف في الكرة على الأقل يشوفها فين كاينة، ماشي الكرة خارجة من الشرط بين اللعمة واللاعب كيتساقط بواحد السهولة كاريكاتورية، خلى الكرة خارج الشرط ومشى هو كيطيح شوية ومتكي على اللاعب الرجا حتى طاح لداخل. ماشي الرجا كتبحث على شماعة تعلق عليها الهزيمة ديالها، ولكن حقها أنها تطالب بإثبات القانون واحترام القانون، وماشي الدهشر من اللي كتخلخل بيت الشخصية ديالهم اللي كيشوف لا وقفات وبغين يخرجوا وبغين هذه، ثم بان بانه لا حول لي ولا قوه ماشي قدر المقابله. وزاد لانه اقصى ما يمكن يعطيه بالمعلم يعطيه انذار ماشي حمراء. لا هي المسؤوليه مشتركه، ان اللجنه اللي كتشرف على التعيينات التي تتحمل الخطا اولا، لان يجب تحريف المواصفات ديال اي حكم لاي مقابله، هذا هو الجانب العمل في العالم كامل. ما يمكنش غير تعيين هكذاك حكم، انا عندي 12 حكم نحط عيدي على اي حكم ونعطيه المقابله معينه، لا. كل مقابله عندها مواصفات وعندها طقوس ديالها وعندها ظروفها، يجب التحري والبحث في هذه المواصفات ديال الحكم لهذه المقابله وللمقابله الاخرى.